خصوصية في مسألة كشف هوية الناس، وبالتالي ما فضلناش إنه يبقى معنا حد من أسرة البنت الضحية ولا نتكلم بشكل يكشف أي تفاصيل تخصها إلا من خلال المحامي، إلا من خلال محامي ممثل لأسرة البنت. وإحنا معانا الأستاذ محمد الشوكي، برحب بحضرتك معانا. فن مساء الخير شريف. مساء النور، أهلا بحضرتك. إيه تفاصيل الواقع يا فندم؟ والمتهم ده في حال توجيه التهم له بيواجه عقوبة شكلها إيه؟ معاليك، هو الوضع في بدأ الأمر إن البنت واجهت مشاكل صحية، وأثناء مواجهتها المشاكل الصحية الوالدة شكت فيها فعرضتها على الدكتور، دكتور متخصص في جهاز الهضم وكده. الدكتور وجه الأم إنها تروح مركز شرطة طلقة لتحرير محضر معين وما أداش للأم المشكلة. فكانها لما توجه للدكتور قال له لا، البنت عندها مشكلة وتقريبا أنتوا بتحاولوا تأثروا على مشكلة أو جريمة معينة. تمام، اتوجهوا لمركز شرطه الطلقه، هذا اسم مباحث حمد الطنبولي. بدا الامر كلم الدكتور الخاص. يعني الحكايه تم كشفها من خلال الطبيب اللي كشف على البنت؟ لا، هي كانت الواقعه باختصار في الاول ان البنت كانت في اداره تحفيظ قران مفهوم، والبنت كانت خارجه بتعيط بتبكي. فصاحبتها بتسالها في ايه، او فقالت لها حصل كذا كذا كذا، لا هو كان بيشدني وطلبت من صاحبتها دي ما تقولش لوالدتها حاجه. لان البنت برضه صدمه، عندها 10 سنين يعني. طفل 10 سنين والسن الصغير ده، فالطفله الثانيه صدمه يعني، ده طبيعي. فالطفله الثانيه حكت لامها وامها حكت لامها، بس ما كانش الوضع يتصور ان هو وصل انه يوصل لحاجه كده. فلما توجه رئيس المباحث طلب الدكتور الخاص. طب هو دلوقتي واخد 15 يوم، هو بيواجه تهمه شكلها ايه يا فندم؟ معاليك هتك العرض، هتك عرض. هتك عرض طفله لما تتجاوز سن 13 سنه، وده عقوبته كبيره، ده عقوبته اكبر كمان كبيره. وبعدين هو القانون قال 15 سنه، ومع عليك كمان اذا كان متولي تعليمها اولي او وطي او قيم عليها يوقع عقوبه اكبر، ومساله تقديريه للمحكمه. مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الاستاذ محمد الشوبكي، المحامي الطفله اللي تعرضت للموقف اللي ما بيتوصفش، يعني تقعد تقول موقف فظيع وتقعد تقول موقف حيواني وغير انساني، بس هو موقف ما يتوصفش باي شكل من الاشكال.